اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتننا؟ ازيك كابتن سلام؟ سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، بقالي كتير ما شفتش حضرتك. لكن اشوفك، احنا بنشوفك على طول. منور يا كابتن. الله يخليك. الله يخليك كابتن. في البدايه عايز اتكلم، طبعا اتكلم اكتر على مباراه مازيمبي، ولكن عايز اعرف رايك بمنتهى الصراحه في مباراه الاهلي والزمالك بشكل عام طبعا. لان لو دخلنا يعني في تفاصيل هتبقى كتير. طب نقول يعني مبدئيا لازم نهني نادي الزمالك طبعا، نقول لهم مبروك، ولان انتوا حصلتوا على 3 نقاط وفزتوا في المباراه، والمباراه اي مباراه بيبقى فيها 3 نتائج، فوز تعادل هزيمه، فانتوا حققتوا الهدف. اما بفرقه النادي الاهلي فالمباراه نفسها يعني او اللعيبه للاسف في حاجات تفاصيل صغيره لسه حضرتك كنت بتشرح لي حاجه منهم. يعني التفاصيل الصغيره دي اللي هي الخاصه ب بس ده باي مدافع تقصد او مهاجم او نص ملعب؟ لا مش على الكره اللي بتنط دي في في ال 18، انا بقول عموما بشكل عام. بشكل عام فلاعيبه النادي الاهلي بقى لها فتره بتكسب النادي الزمالك. صحيح. والجيل ده يعني الجيل ده بقاله فترة أو المجموعة دي كسبت نادي الزمالك في كل البطولات السابقة تقريبا، فدي ادتهم من جوه إحساس داخلي إن خلاص الماتش ده هما هيكسبوه. برغم الهدف اللي جه فينا وكانت النقطة الفاصلة معانا الهدف اللي جبناه. بعد ما جبنا الهدف رجعنا للثقة الزايدة والاطمئنان الزايد للمباراة بعد ما سجلنا، عبد القادر سجل هدف، فبص في وجوه اللعيبة وتحركاتهم وكده ان حسوا ان المباراة دي بتاعتهم، خلاص هنكسب هنكسب. خلاص بقى يلعبوا على كده، لا يمكن مش بيلعبوا على انهم يتعادلوا ولا بيلعبوا على انهم هيخسروا. لان انت في الشوط الثاني تحديدا انت الافضل بكتير. بالظبط. فطبعا كرة القدم لا ما عندهاش كده، ما عندهاش الإحساس ده. أنت تتسرب لك الحاجة دي أو الإحساس ده أو التشبع ده أو التخيل ده إن أنت خلاص هتكسب ده، حتى الجمهور حتى كل واحد هيئ نفسه إن خلاص الأهلي كسبان المباراة. صح. في نفس الوقت في حاجة في كرة القدم إحنا بنقول عليها من زمان، إن بنقول كرة القدم فيها 10% توفيق. 10 مش أنا اللي بقول ده، من كاس العالم، من بطولات قديم كاس الأزل. العالم، من قديم كل من بداية الكورة. كل البطولات لابد ان يكون توفيق. توفيق في ايه؟ توفيق ان يجي لك حكم يديك حقك، توفيق صحيح. ان مدرب يوضع طريقه لعب صح، ان اللعيبه تنفذ طريقه اللعب، توفيق ان المدرب يختار اللعيبه المناسبه لكل مباراه، اللي يبدا بعدد من اللاعبين اللي هيقدر يشوف بيه هيلعب بيهم ايه، توفيق ان الجو يكون لصالحك انت لو بتلعب في رطوبه بره ولا في حر ولا في جو، توفيق ان الارض يكون شكلها ايه تقدر تلعب، يعني ده اسمه توفيق. فالتوفيق جات لك ان من ضربه ثابته اللي هي رميه التماس، او من لعبه ثابته اللي هي رميه التماس جات للزمالك تقصد هنا. ده توفيق. فالتوفيق بقى له ما بقاش ليا، التوفيق بقى ان له ان الكره نطت، ودي عاده في الناشئين، مش بقول لك في الشباب ولا الكبار، ممنوع كره تنط داخل منطقه الجزاء. على طول كل المدربين بيقولوا الكلمه دي، كل الكلام ده كل المدربين بيقولوا كده، بس نطت الكره خلاص، هي دي المشكله. اذا حطيت نفسك 50-50، تفاصيل بسيطه يعني، غلطه بس هي تفاصيل بسيطه، بس غلطه كبيره تكلفك مباراه، تكلفك بطوله. وده اللي حصل. عفوا. فاللي شفناه ده يعني كان توفيق عالي جدا لنادي الزمالك طبعا، في رميه التماس اللي جه منها الهدف، واللي جه منها هدف الفوز وقلب المباراه وقلب الدنيا كلها زي ما احنا شايفين كده. لكن احنا الشوط الثاني طبعا قدمنا اداء كويس. الشوط الثاني انت الفرق الفني واضح كبير، فرق طبعا كبير. طبعا صغير كمان، وده اللي طمع الفرقه، وده طمع اللعيبه، وده طمع الجمهور.
لانهم شايفين حاجه قدامهم بتتنفذ، وشايفين الفرقه قدامهم التاني عملت ايه والدنيا عاليه، ف خلاص لازم. لكن نقول مارشال التوفيق ده ولا جناب التوفيق، التوفيق موجود و له نسبه زي ما قلنا، فطبعا ما نقدرش ان احنا نقول فيه حاجه. طيب خلينا خلاص المباراه وانتهت النهارده، كان نبدا بالنهارده مباشره. النهارده كان في اجتماع كابتن محمود كابتن خطيب كان موجود النهارده مع الفرقه وخدهم كده في وسط الملعب واتكلم معاهم. راي حضرتك؟ لا ده طبيعي، لان هو غير ان هو رئيس نادي مشفع كوره، هو اصلا لعيب كوره وعارف الموقف ده، ودايما ان هو في تجمعاته دي وفي حاجته دي وفي تخيله كده، حتى لما كان زمان وهو صغير كان كابتن النادي الاهلي كان بيعمل الكلام ده، وهو في منتخب مصر كان يحصل هذا لاي الفرقه في الوقت من الاوقات للمنتخب للمنتخب مثلا بيجي ياخد هو بعد المدرب يتكلم احنا نخلص كلامنا وكده، يقول انا عايز لكم يا كابتن، ياخد الفرقه لوحده يقول للكابتن مثلا ابو صالح عن اذن يا كابتن هاخد الفرقه وياخد الفرقه زي بالظبط اللي هو بيعمله دلوقتي. ده يعني هو دلوقتي هو شاور لهم تعالوا على نص الملعب عشان ما حدش يسمع. ايوه هو بقى طبعا مش يعني، وهو لما كان كابتن مش هيقعد يسلم، لكن كان بيجمعهم كان بيجمعهم، فهو عارف في الوقت ده هيتكلم يقول ايه، لان هو عارف ان عنده حاجتين دلوقتي، في ماضي في حاضر في مستقبل. اوكي الماضي خلص، الماتش خلص، اخطائه خلصت، انتهت بكل حاجه صحيح، ما نفكرش فيها، واحنا نفكر في الايه الحاضر اللي احنا فيه دلوقتي اللي بكره هنلعب، اللي هو هنلعب المباراه دي يعني. عشان مستقبلنا للبطوله دي، فبد ان هو يفصل الماضي عن الحاضر والمستقبل عشان نقدر يحضر الفرقه نفسيا. هو دلوقتي بيبدا اعداد نفسي للعيبه، لا هيتكلم في خطه ولا هيتكلم في طريقه لعب ولا هيتكلم في الكلام ده. هو الراجل بيتكلم في الاعداد النفسي في الموقف اللي هم فيه دلوقتي. هم في اللعيبه بتحصل لهم زي هزه او زي انهم مترددين، او هم من جواهم بقى في خوف، بقى في رهبه، بقى في رغبه، كل الكلام ده من اجل ان هو عايز يرجع اللعيبه تاني نفسيا انهم. وبعدين ايه؟ قبل التمرين مش بعد التمرين صح. مش لما يتجمعوا، لا قبل التمرين، عشان اللاعب حتى لما بيتمرن وهو نفسيته كويسه اصاباته هتقل، معنوياته بتزيد، اداؤه هيتنفذ. لكن كان ممكن يستنى وياخدوا دش وكده وبعدين يقعد يكلمهم، لكن هو عايز الملعب، هو عايز يجد الملعب. خلي بالك وحضرتك اشرت النقطه ان هو هنا ولا بيتكلم في خطه ولا في فنيات، لا هو بيتكلم في شكل معنوي او نفسي اكتر. المعنوي ده عشان انتوا هتبداوا ده التمرين صحيح، فيبداوا التمرين بالقوه والاعداد والطموح اللي هم عاوزينه للمباراه اللي جايه، لان عندهم مباراه، يعني المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله هننسى الماضي ده كله. احنا اوريدي المفروض ودي اذا كنا بنفكر احنا عاوزين الماتش ده والماتش لو فكروك. وبعدين ده برضو من ضمن الحاجات يا اسلام، ان الفرقه عندها او المدرب عنده صراع في بطولتين في نفس التوقيت. لا مش اثنين، ده ثلاثه اربعه يعني. لا يعني هو صراع دلوقتي حاليا، يعني في اللحظه دي هو بيفكر في بطوله الدوري مع نادي الزمالك وفي نفس اللحظه بيفكر في بطوله افريقيا. ما هو قال كده على فكره. يعني انا بقول وانا ما اعرفش اقول لا ده المنتخب ليه، فهو بيفكر في حاجتين في نفس التوقيت. صراع داخلي، فالسلوك بتخش ببعضها. الكمبيوتر عايز اعمل حاجه ما لعبش اسلام عشان لما يجي كابتن فتحي الاسبوع الجاي يبقى هو افوى، لانه اسلام عايز يفكر بيلعب. بيحط فرقه لمباراتين، مش بيحط الفرقه لمباراه واحده. يعني ما عندوش هدف واحد. والشحن للعيبه ان احنا عاوزين مثلا ماتش الزمالك هي البطوله، وهي والناحيه الفنيه والمفروض ان احنا بنعمل ايه وبنادي ايه صحيح. في نفس الوقت هو عنده بطوله تانية افريقيه اللي هي عاوز لازم ان شاء الله بامر الله
نوصل للنهائي. فالصراع الداخلي الاثنين دولت شكل المسابقه هي برضو كانت لها يعني ظلال على نتيجه مباراه الزمالك. في ظل الغيابات اللي موجوده داخل النادي الاهلي، مستر كولر كيف يفكر في المباراه؟ انا بقول وخلي يعني بال حضرتك، معلش انا اسف، لانه حضرتك تعلم تماما مدى قوه مازيمبي في ملعبه. قد يكون هناك فارق فني ما بين الاهلي ومازيمبي، ولكن مازيمبي في ملعبه ما فيش فوارق فنيه. وجهه نظري، ما اعرفش بقى. لا لا، كلامك صح. كلامك صح. لا، او بتدوب او بتدوب طبعا. بتدوب، هي موجوده لكن بتدوب في وسط البتاع للملعب، وسط الجو الترتان، الملعب الترتان ده. انت بتلعب على ترتان، بتلعب مرتب تام، هو هو بقاله 20 سنه والجو اللي هو هو واللي بيبقى فيه حراره والحاجات دي كلها. لكن انا بشفق عليه، لكن مش بشفق عليه. النادي الاهلي هي ضريبه النادي الاهلي، اللي تولى الشغل في النادي الاهلي والعمل في النادي الاهلي، وكم من الاصابات اللي الواحد لا يمكن يتخيلها. صحيح، انا ما اتخيلش هذا العدد من الاصابات في فريق واحد موجود بيلعب وبيلعب بطولات زي دي. احنا كنا يعني لما واحد يحصل له اصابه، جاله شد ولا جاله حاجه، يعني بتبقى كارثه. دلوقتي عندنا مشاكل كتيره. المشاكل الكتيره دي كابتن اسلام لها يعني تاثير عليه هو. كل ما يبدا يظبط فرقه ويظبط شكل، يقع ترس من تروس الاله، فيضطر يدور على حد تاني هيشتغل. لكن انا كل المجموعه كويسه، بس المهم المجموعه تلعب مع بعضها عشان التفاهم يبقى عالي قوي. صحيح. فهو انا واثق ان شاء الله باذن الله في هذه المباراه، ومش بقول اخطائه، عدم توفيقه. مش احنا قلنا التوفيق في وضع الخطه، التوفيق في اختيار اللعيبه المناسبين. فناس كتير تقول طب لو هو اختار دول، ليه ما بدأش بدول واللي بدل بيهم الشاتق التاني؟ وده عدم توفيق منه. عدم توفيق انه ما اختارش المجموعة اللي لعبت الشوط التاني في مباراة الزمالك، كان بدأ بيها المباراة. ليه ما بدأش بيها؟ يعني كل واحد بيقول لك ليه ما بدأتش بدول؟ دولت أحسن. ما هو ده التوفيق. الناس يعني عاوزين نحلل أكتر الكورة. توفيق فيه هو إن أنا هلعب بطريقه معينه كذا، هلعب بمجموعه لعيبه. انا ما كنتش عايز اتكلم في الامور دي، ولكن كان هو تفكيره في هذا الامر، انا ما سالتوش، ولكن انا بقى يعني كان تفكيره في هذا الامر مثلا ان انا بلاعب طاهر ما بلاعبش غيره عشان طاهر بيقدر يدافع كويس مع معلول مثلا. وكريم مثلا لان انا محتاج حيويه اكتر في وسط الملعب، عشان الثلاثة أربعة اللي موجودين في نادي الزمالك في وسط الملعب كانوا يعني او عندهم حيويه كبيره جدا وطريقه كبيره جدا، خصوصا في الشوط الاول، لانه السن بتاعهم هيخليهم يقلوا في الشوط الثاني. وبالتالي هو ده كان تفكيره، او هو ده كان فكرته. ما هو ده التوفيق بقى ما ساعدوش. تفكيره طلع مش مظبوط. يعني الفكر ده والتخيل ده، انا بنتكلم في كلمه التوفيق. اوكي. فالتوفيق ده يعني الناس تقول اي توفيق. مانشستر سيتي بالمناسبه وريال مدريد 1-1. يعني اذا التوفيق اللي انا بقول عليه ده، ان انت تبقى موفق، انك توفق في اختيار الفرقه، موفق في ان اللعيبه تنفذ لك اللي انت بتقول عليه، موفق في تبديل لاعب، كل الكلام ده التوفيق. هو لم يجانب التوفيق في اختيار في بدايه المباراه في اختيار الفرقه، اللي خلى الشكل بتاع الشوط الاول كده. دي هتساعده في ايه بقى في المباراه دي؟ انا مش برجع لها علشان حاجه، ان احنا داخلين المباراه دي بقى، انت عندك او انت جربت تلعب بفلان والعب بالطريقه دي، واجيب ده من ناحيه الشمال واجيب ده اخليه واقول كريم لا، ما برضو كريم فيه سلبيه، طب ما بقى له مده ما بيلعبش، طب ما دي برضو سلبيه عنده، ما اقدرش ان انا يعني لو افكر فيها لها ايجابيه، ان هو شاب وصغير وبيجري وبيتحرك ماشي، لكن في نقطه تانية بعيد عن الملعب، فدي سلبيه. فالتوفيق عنده خانه في دي. هنا في المباراه دي غير. ليه؟ هيكون طالع من مباراه كبيره زي مباراه الزمالك، مش عاوزين هزه تانية، وان شاء الله مش هيبقى في هزه تانية. هيقدر دلوقتي يظبط فرقته ويراجع نفسه كويس قوي في ان يحط احسن مجموعه تبدا المباراه ان شاء الله، رغم ان المباراه ما هي سهله.
يعني عشان برضو الناس تفتكر دي مباراه ذنبي هناك وفرقه سهلة. لا 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 مش سهله، ما كانتش وصلت يا زي ما الاهلي وصل، هي وصلت، هي وصلت لانها فرقه كويسه. فاذا واحنا عندنا مباراه ثانيه هنا، فان شاء الله المباراتين دول في خلال الشهر ده هنكون في نهائي افريقيا بامر الله. برضو يا كابتن، من وجهه نظرك هل من الممكن اجراء تغيرات على التشكيل في المباراه القادمه؟ ما هو اني تشكيل، ما احنا بدأ بيه المباراه، ما هو اصل التشكيل هو حيرنا، ما هو اني تشكيل بقى اللي هيبدا بيه. يعني هيبدا بما انتهى، يعني اللي انت نهيت بيه المباراه هو اللي هتبدا بيه، يعني هل هي دي اللي هتبدا بيها؟ لو كده يعني، بس مثل ما تقدرش، لان انت في عندك لعيبه اصلا مش هلعبوا في افريقيا، صحيح، فاذا دلوقتي مش هلعبوا معاك. فيا مثلا زي عمر كمان، عمر ده خلاص من بره، يبقى اذا انت هتفكر في الباقيين، هل هيفكر بالشكل اللي هو نهى بيه المباراه الاخيره؟ ممكن يكون هو ده الشكل العام اللي يبدا بيه، يعني ده المفروض. لكن لو عنده فكر تاني، لان كان عنده لعيبه، ما ننتظر بقى اذا كان، لا كان عنده لعيبه مصابين ولعيبه اساسيين، يعني ما نعرفش، محدش رجع تقريبا، هو بيرسي تاو او كريستو سافروا، ولكن ما اعرفش بقى هيلعبوا ولا مش هيلعبوا، وكريم فؤاد طب هيلعبوا بقى ولا مش هيلعبوا، دي مش بتاعتنا. لا 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 لا، ما هو بس هو ممكن، يعني احنا يعني المجموعه اللي نهى بيها ما هيش وحشه، يعني المجموعه ما دي وجهه نظري، وجهه نظر حضرتك، وجهه نظر الجمهور. لا ودايما نقول، ولكن دائما ما يكون المدرب هو اللي هو الوحيد يعني اللي بيعرف وعايش مع اللعيبه، هو اللي بيحط مع اللعيبه، صحيح، لكن مش اي حد يقدر يكلم، دي شغلته وهو المسؤول عنها. من وجهه نظرك ايه المحاذير اللي يجب على دفاع النادي الاهلي اتباعها في المباراه اللي جايه؟ اساسيات بسيطه جدا جدا جدا. نقول ايه، الامان والضمان في التمرير احسن من الجمال في التمرير. يعني ايه الامان والضمان؟ يعني الكره المضمونه، العب الامان، العب ان الكره السليمه، ما عملش كره جميله هتبقى حلوه لو خرست، وممكن لو ما عملش تعمل لي كارثه. ان انا الاحتفاظ بالكره كتير قوي في نص ملعبي، عدم وجود او منح اي مدافع، اي بني ادم، الكره اللي بتنط جوه ال 18 عندنا دي قصه. دي يعني دي بتعمل كارثه لفرق، فاحنا بنقولها للفرق الصغيره، لان الكره بتنط في الارض، واللي هي ما تنط الكره في الهواء انا هاخدها مشتركه بيني وبينك، اما نطت ولمست الارض خلاص بقت بيني وبينك، صحيح. لكن في الاول لا، كانت لصالحي كمدافع ان انا اشيل الكوره، ان انا اعمل هنا بقى في خطوره، ايه صحيح. ممكن ضرب الجزاء، ممكن الحاجات دي كلها. طب ليه انا اسمح بالكلام ده؟ انا من الاصل ان انا الكلير او التنظيف او ان الكوره داخل منطقه الجزاء او اوت يترمي جوه ال 18 ما يلمس الارض، لابد ان انا اشيل الكوره دي باي طريقه في اي مكان في اي حته في الملعب، لكن ما اخليش الكوره عندي في ال 18 كتير. مفروض ان انا يعني لما بهاجم، وبهاجم من ناحيه اليمين او بهاجم من ناحيه الشمال، اللعيبه اللي بتروح جوه منطقه ال 18 الاستقبال، الراجل ده هيرفع لمين؟ هو لازم يرفع لواحد اثنين، وبعدين ما نبقاش على خط واحد، نبقى على مسافات متباعده، عشان لو عدت من الاولاني تلاقي الثاني تلاقي الثالث، وبعدين ما ننضمش كتير في ضربات الركنيه نخش جوه ال 18، لازم نروح على البعيده، ساعات الاوفرات بتطلع تعيده، وبعدين نشوف قمه التسديد هو احد الاسلحه المؤثره في احراز الاهداف. احنا ما بنشوفش حد بيشوط، فالشوط ده مهم جدا جدا جدا، فلابد احنا يعني في حاجات كتيره، وانا واثق ان هم ان شاء الله بامر الله يعني ربنا يوفقهم في الحكايه دي. يعني اما انا لازلت مصمم، مش في مصر ده في العالم، ايوه، اما في مصر اكتر بقى، ما فيش لاعب في جمهوريه مصر العربيه بيسدد على المرمى، عشان ما اقولش بقى انت النادي الاهلي او النادي الزمالك او نادي اسماعيلي او ما فيش لاعب بيشوط. والكلام ده عفوا طلع من دور بقى الجو دلوقتي.
يعني حسام ابراهيم بقول له انتوا عندكم في المنتخب مشكله انك ما عندكش لاعب بيشوط على المرمى، ودي احد طرق تسجيل الاهداف للفرق المتكتله امام المرمى. فانت ما عندكش اللاعب ده، انت عارف السلاح بس ما عندكش السلاح ده، ودي مشكله. مش عندي لاعب مثلا، وهم بيختاروا من كل انديه مصر وبرضه مش لاقيه. ايوه، واحنا النادي الاهلي برضه ما عندناش حد. اللي عنده كان امام عاشور، ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجع، عنده القدره للتسديد. التسديد ايه؟ مش اي واحد يسدد، انا بقول التسديد المتقن، المتقن داخل المرمى. اللي حضرتك بتحاول تطبقه في الناشئين دلوقتي، ان هو اللي يجيب جون يبقى باثنين بالشوطه من بره بالظبط. استنى نشوف السنه الجايه هيوافقوا ولا هيعملوا ايه. لا اصل ايه يعني، انت ما نسالش المريض على الدواء اللي هو عايزه. المفروض يعني انت المفروض لما اسال، انا بتكلم على الاتحاد حيوافقوا. لا ما انا عشان كده يعني، انا كاتحاد لما الاتحاد بقول له نعمل كذا، لو قال لا طب انت بتقول لا، وانا هسال مين، مين قال طب ليه ما نعملش؟ انت بتقول لا. لا ليه؟ لا ليه؟ ما هو هاتوا العلاج. احنا بنشخص الكره المصريه، شخصنا الكره المصريه وبدانا اكبر نادي في مصر اهو النادي الاهلي، ما عندوش حد بيسدد. ليه؟ لانه ما تمرروش من تحت. ضربات الترجيح ما فيش حد بيلعب ضربات ترجيح وبتضيع. اولمبيات خدنا في بطوله الاولمبيات اللي كانت في السعوديه مرتين ماتشين نخسرهم بضربات الترجيح. يعني نفس اللعيبه. اذا احنا عندنا عجز في الحته دي، اذا احنا بنشخص الكره المصريه، نقول مرض الكره المصريه ايه، نقص فيه صحيح. او ضعف فيه ضربات الترجيح او ضربات الجزاء، نعمل لها علاج. المسابقات ما هي الا وسيله لان احنا نوصل للعيبه اللي احنا عاوزينه، اما الغريب عشان هي الموضوع جديد فكله مقلق. طبعا مقلق، بيرفضوها يقول لك لا اصل ايه يعني. طب لو عملتها هيحصل ايه؟ اديني اتحاد. طالما ما غيرتش في قانون الكوره، يعني قانون الكوره هم 17 ماده، هل ده من ضمن ال 17 ماده؟ لا، طالما مش من ال 17 خلاص. انا ما بقولش يعني، ما بقولش يعني لو الكوره دخلت نصها والنص لا تبقى انا هقول انها جول، لا ده يبقى قانون. انا ما غيرش في قانون، انا بغير في شروط المسابقه لرفع مستوى، لعلاج اخطاء عندي، لعلاج ضعف عندي. ايوه، علاج ضعف عندك في مصر كلها وليس أيوة. في حته واحده. ما انا بقول يعني اذا كنا هنا بنتكلم عن النادي الاهلي، والنادي الاهلي جزء من مصر، فيعني احنا بنتكلم على الحاجات دي كده وبنحاول يعني عليك. يعني معانا يعني كابتن علاء نبيل، فبنمدن له الافكار دي، فيعني لابد ان هو الناس تسمع له. لا الناس ما لكن انها ترفض له ان هو يقول ايه وايه وايه، لا، لان احنا قاعدين بنتناقش ككره قدم. ما احناش جايين الناس قاعدين على مكاتب. طيب. وبنقول افكار وكده. من خلال متابعتك لفريق مازيمبي، انا عارف ان حضرتك بتتابع الفرق الافريقيه، شايف اهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده فيه؟ حماسهم عالي قوي. اوكي، في ملعبهم صح؟ حماسهم عالي قوي، والاشتراكات بتاعتهم في كل اشتراكات هتلاقي اشتراكات عنيفة جدا، والاندفاعات هتلاقي الاندفاعات عنيفة جدا، والقوة البدنية عالية جدا. هتقول لي الله، طب نعمل ايه؟ ما عشان كده احنا مش عاوزين ماشي كرة. يعني ان احنا نلعب يعني موقف زي الاخير بتاع رامي ربيعة لما زيزو شوبير لعب له الكوره، روح قابل الكوره انت اللي روح، روح. ما تستناش الكوره. صحيح، لكن انت ما تتفرجش. هو نفسه قال كده صح، لكن فزيزو جه دي في افريقيا، بس مش جابها تاني، بس في افريقيا. طب وليه انت من الاول انت رحت خطوتين هتجيبها؟ صح، روح قابلها، روح قابل الكوره، ما تستناش الكوره. فاذا انت لازم تروح تقابل الكوره. ده قالب ايه في الكوره كمان؟ اي كوره جايه لي حتى لو ما معيش حد، روح قابلها. هنكسب وقت، هناخد خط، هنفكر كل الكلام ده. اذا في الماتش ده لازم كل واحد فينا يروح يقابل الكوره. انت بتبصيلي بلاش النافع في الملعب بقى، لو بمرر الاسلام كره لازم اروح اقابلها، بيمرر لي كره لازم اروح اقابلها، لان كده هتتشال انت والكوره. فاذا الفرقه دي فرقه عنيفه، ما هي سهله حقيقي، وفي ملعبها برضو بقول لحضرتك مش سهله، لكن مش صعبه. فرق بين منها، انا بقول مش سهله لكن ما هي صعبه على النادي الاهلي، صعبه النادي الاهلي بثباته
الثبات الانفعالي، الاداء الصح، التمرير الصح، الدقه، الامان، الضمان، ضمان الباصه وليس جمال الباصه. ايه ضمان الباصه؟ ان انا اضمنها تروح لاسلام في رجله. جمالها ان انا اعملها بدلع، اعملها بطريقه معينه. ده لا، انا مش عايز جمال دلوقتي، انا عايز الضمان. توصل الضمان، يبقى الضمان وليس الجمال. ما يهمنيش الجمال دلوقتي، انا عايز الضمان. الكوره الرجل في الرجل ونلعب ان شاء الله باذن الله خير. طيب ما رايك حضرتك دلوقتي في مستوى التحكيم الحقيقه في البطوله الافريقيه حتى الان؟ يعني شايفه ازاي؟ شايفه يمكن من اضعف البطولات، لان هم عاوزين يعملوا جيل جديد. صح، برافو عليك يا كابتن. صح، هي دي الفكره، ان هو بيحاول يعمل جيل جديد فعنده اخطاء كتيره. فالاخطاء بيعملوا جيل جديد كويس ان هم كمان لحقوا ان هم يطبقوا الفار في الثمانيه. ما هو حتى بالفار، انا رايك حتى ما الفار الماتش اللي فات. صح، اللي احنا لعبناه. صح، الفار ما قالوش، فللاسف يعني حتى وفي البدايه السوبر الافريقي برضه. ما هم عاوزين يعملوا حاجه جديده او يغيروا بس على مصلحه مستوى اللعبه. صحيح، يعني هم بيغيروا دلوقتي جد المدربين الحكام الجداد، وعاوزين يدوا، يقول لك جبنا ناس جداد وجبنا تشكيلات جديده وجبنا لعيبه وجبنا حكام فغيرنا وكده، لكن دي هتاثر بالسلب على مستوى الكوره. ولما يكون في فار، ما هو اللي موجود في الفار لسه صغير برضه. صح، هم الاثنين هيبقوا زي بعض، يعني مش في اللي في الفار مستوى عالي، اللي في الفار برضه بيتمرن لسه جديد. صح، فالجداد دول في خطوره على البطوله ان لم يكن تتظبط في الادوار النهائيه. من وجهه نظرك ابرز المفاجات اللي حصلت في هذه البطوله؟ لا، كلها مفاجات. يعني طبعا باستثناء طبعا الاهلي وصن داونز، البطل بطل. يعني كان الوداد، خروج الوداد مثلا. طبعا. يعني لكن البطل بطل. صحيح، يعني اهلي وصن داونز، يعني فرقه تقيله وجات لهم ظروف برضه لخبطه، وصن داونز جال والماتش صن داونز كان هيضيع اخر ماتش. اخر ماتش ده. صح، يعني ضربات ترجيح. صح، كره بره سيمبا. ايوه، انا بقول لك بضربات ترجيح. صحيح، يعني كره بره كره جوه. لكن دولت، لكن مهما كان البطل بيبقى كابتن اسامه ماسك نفسه وعارف ان هو بوضع. عارف ان هو يعني ازاي بيتحرك، وهو عارف انه بيظبط وعارف انه كده. لكن الوداد طبعا اللي كان عاش معانا ثلاث دورات او يمكن دورتين وخد منهم واحده، كان فتره كان صعب جدا ان هو يخرج، لكن خرج. وفرق كتيره، انا بتمنى يعني لو يوصل الاهلي والترجي نهائي. نهائي يعني لو الترجي قدر، بس الله اعلم بقى ممكن هيقدر يعمل كره القدم طبعا، وحكام كره القدم ما نعرفش هتعمل ايه. وحكام كره القدم والنقطه دي هي الاهم بيني وبينك. ما طبعا حكام كره القدم هيعملوا ايه؟ مارسيل كولر بقى يهيئ اللاعبين نفسيا ازاي؟ نفسيا نفسيا لازم يعمل لهم يعني حضرتك لما كنت في الموقف ده، ان انت مغلوب من الزمالك، اكيد حصلت. طبعا مغلوب من الزمالك ورايح تلعب قبل النهائي، اصل هي دايما بتبقى فتره قريبه دايما. كنت بتقول للاعيبتك ايه؟ لعيبه النادي الاهلي ساعتها كنت بتقول لهم ايه؟ ما كنتش خسران من الزمالك. يعني بغض النظر. لا يعني هي ايه؟ النقطه ان احنا ازاي تهيئ اللاعبين. تهيئ اللاعب، انت بتمسك اللاعب، واللعيبه طبعا لعيبه محترفين. احنا مش هنتكلم عن الماضي دلوقتي، وشغل دماغك اخطائك وسلبياتك حتى اللي حصلت وايجابياتك كله هننساها. نضف لي مخك، نضف لي نفسك، نضف لي فكرك ان احنا عندنا مباراه فوكس عليها دلوقتي. صحيح. الناحيه البدنيه مش هيقدر يرفع بدني. صح. مهاريه مش لسه هيعلم في يومين ازاي ارفع اوفر او ازاي اباصي. يبقى ما هي الا اعداد نفسي عالي، اعداد نفسي، اعداد ذهني، اعداد روحي، اعداد ان انا اعزل الماضي باسوأه واخليه يعني يغسل دماغه كده،
زي ما حضرتك مثلا لما تكون جاي مطرب وجاي من مشوار والدنيا كلها تراب، فبقول لك خش اغسل نفسك. ما انت نفس الشخص. صحيح. اسلام هو اسلام. صحيح. هياخد دش هينزل الغبار والتراب والحاجات دي كلها، هيبقى هو بقى اعضائه هي هي، جسمك ما غيرتوش. صحيح. الجهاز العصبي عندك ما غيرتوش، عينك ما غيرتهاش. انا هيعمل كده مع الفريق. اغسلوا نفسكم من المباراه دي وما تفكروش فيها دلوقتي، فكروا فيها لما هتلعبوهم تاني، مش فكروا فيها بعد الماتش. لا، لما تيجي تلعبوا الزمالك تاني. يعني خليك الماتش ده هنفكر فيه كويس قوي وهنقول اخطائنا معاه لما نلعبهم تاني. هم دلوقتي خلاص مرحله، هم كسبوا مش واحنا مالناش دخل. احنا هنفكر دلوقتي في اللي جاي عندنا. فاللي جاي عندنا هذه المباراه دي فيها الفرقه دي، فيها لعيبه شكلهم ايه، فيهم ادائهم ايه، في 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 احنا هنعمل ازاي، احنا هنظبط ازاي. ولابد ان نرجع تاني لنفسنا. وافتكروا الايام الحلوه اللي انتوا كسبتوا فيها مباريات، كنتوا بشكلكم ايه. افتكروا في الملعب لما انتوا كنتوا ايه كويسين وبتأدوا، كنتوا بتعملوا ازاي. صحيح. يرجعهم لعناصر النجاح اللي كانت بتمر بيه وتجارب النجاح اللي كان بيمر بيها، يجيب لهم ماتشات هم نفس اللعيبه لهم هم، عشان يرجع لهم الثقه. الاجوال اللي بيجيبوها واللي بيعملوها في افريقيا، عشان يصحي الطاقه المكنونه جواهم، يفوقهم انه فرقه بتكسب مش فرقه خساره. يديهم مباراه نهائيه بيلعبوها وهم وفي النهايه وكسبوا المباراه، يشوف نهائي افريقيا قبل كده لما لعبوا وكده، يشوفوا حتت منها لعيب معين. تعالى شوف انت، يديك الـ 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 الحاجات الايجابيه لكل لاعب من اللي كانوا عنده في الفرقه، ان انتوا لعيبه لازال انتوا في المستوى العالي، لان انتوا قادرين. ان انتوا شوف انت امكانياتك ايه، ازاي بيشوط، ازاي بيسجل، ازاي بيدافع، ازاي بيصد، ازاي بيمرر، ازاي بيتكتل في ايه. ده فرقه النادي الاهلي في يقطعها له كده طبعا المعد اللي هناك بتاع الفرقه، ويخليهم يشوفوا الحاجات دي، فيصح فيهم النجاحات اللي جواهم. أوكي. فدي هتعزله كل الدنيا. طيب. عن الفات كله. اخيرا يا كابتن، الكلمات اللي يركز عليها مارسيل كولر في مثل هذا الموقف، اللي هي طبعا تهيئه اللاعبين وكل حاجه، ولكن الكلمات بقى اللي هيقول لهم ايه؟ يعني هيقف يقول لهم ايه؟ لا يعني هقول لهم كلام عادي جدا. احنا هنتكلم، احنا دي مباراه، احنا جايين للمباراه دي وعندنا مباراه ثانيه. الفرقه دي انتوا شفتوها قبل كده ولعبناهم، ولعبنا فرقه زيهم، ولعبنا فرقه احسن منهم، ولعبنا فرقه اقل منهم. انت ادائنا في الملعب، أدائنا في الملعب هتدي ينسوا الملعب برضه، يعني ينسوا أرض الملعب أقصد يعني. يعني هتدي في الملعب، أنت هتديك. فلابد إنك بس أهم حاجة الإعداد النفسي الإيجابي اللي بقول لحضرتك عليه، إنه هيديله كل الحاجات الإيجابية بتاعة الفرقة على أساس يفوقهم تاني ويرجع كل لاعب تاني. مش بقى هياخد في مدرب تاني، انتوا القرف ده ايه، وانتوا ما تستاهلوش، وانتوا في دي مدرسه. لا في مدارس بتعمل كده. لا بس انتوا مش انتوا القرف يعني، بيزعق يعني. لكن هو هيتعامل معاهم كده، لان هو ده المدرب المثقف. هي جاي محلل اداء، جايب لهم، جايب التقطيعات القديمه والجديده. انت بص شوف اللي بيشوط ده، شوف انت ازاي بتشوط، شوف انت ايه. يعني يدي للاعب ثقه في نفسه تاني، يرجعها له تاني. كل ده هيرجعها له ازاي من غيرال المش، لان الوقت قليل. الوقت ضيق جدا. هل النادي الاهلي قادر ان هو يكسب هذه المباراه؟ ان شاء الله باذن الله. نتيجه من وجهه نظرك؟ لا النتيجه، انا لا طبعا النتيجه يعني عند الله، لكن انا فاهم هيعدي المباراتين دول، والمباراه دي هيعمل مباراه جامده قوي، لان هو بالطريقه اللي احنا بنقول عليها وبنتكلم بها دي هتنقله نقله كبيره. انا واثق ان شاء الله باذن الله، وهنفتكر وهكلمك. هنتكلم احنا اللي هنكلمك، نبارك ان شاء الله. انا بشكرك يا كابتن على وجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن فتحي نصير. بيقول كلام، احنا طبعا متسجل عندنا كل الكلام ده، لانه طبعا لو ده اتعمل اعتقد بنسبه كبيره جدا النادي الاهلي هيكون له
ان شاء الله ربنا يكرمنا في المباراه هناك ونستطيع ان احنا نستريح للمباراه اللي بعد كده. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن فتحي نصير. هطلع فاصل، وبعد الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير.